النائب إيهاب منصور. شكرا سيادة الرئيس، والشكر موصول للجنة الموقرة وزميلة سيادة النائبة والحوار الوطني. الحقيقة احنا سيادة الرئيس لما بنتكلم عن التعليم كلنا بنقول انه أولوية، وكلنا بنقول انه الخطوة الأولى والقاطرة اللي هتشد بلدنا ان شاء الله لقدام. بس واحنا بنعمل كده، وبتكلم هنا عن مجلس اسمه للتعليم والبحث والابتكار، كلام كويس جدا. علشان نوصل للمرحلة الثالثة بتاعت الابتكار لازم الأول نعدي على المرحلة الأولى بتاعت التعليم. احنا للأسف ولازم نعترف بده، احنا متعثرين في المرحلة الأولى، متعثرين في التعليم. ليه؟ لأنه لا يوجد خطة، وكل وزير حضرتك بيجي بيبني طوبتين، يجي الوزير اللي بعده يحط طوبتين تانيين في حتة تانية، وبعض الوزراء يجوا يهدوا الطوب اللي اتبنى من الأساس. نتيجة ده ايه؟ دلوقتي سيادة الوزير الحالي طلع قرارات هدفه أكيد خدمة البلد، بس النتيجة والتصريحات بتقول إيه حضرتك؟ بتقول إنه حلينا الكثافات وحلينا عجز المعلمين. حلينا عجز المعلمين فين؟ ده 469,000. الفصول الحقيقة إنها فاضية، على الورق مكتوبة كده مليانة. هل تعلموا حضراتكم انه في مدرسين بيكلموني يقولوا لي في الاسبوع اللي هو مفروض اقصى حاجه 24 حصه بيبقى 42 حصه، ولما تسال الموجه يقول اصلهم هنعمل ايه ما فيش غيرهم. يا فندم احنا لازم نعترف باخطائنا، الوزراء الحاليين والسابقين بيجوا يبنوا طوبه بعيده عن الطوب. حضرتك علشان نوصل لحلول لازم نحدد خريطة احتياجات سوق العمل. هنطلع ايه من التعليم اذا كنا احنا مش عارفين المنتج النهائي؟ من سنتين حضرتك وعدنا في المجلس ان مجلس من الوزراء التعليم العالي المتعاقبين ان هيجيبوا لنا خريطة احتياجات سوق العمل، اخرها كان وعد في شهر اكتوبر اللي احنا فيه، وحضرت ندوة من ايام قالوا لنا لا السنة الجاية. هو احنا حاسين ان في مشكلة؟ هتخرجوا ايه اذا كنتوا مش عارفين المنتج النهائي هتعملوا فيه ايه؟ احنا ما يحدث في التعليم يا ريس بصراحة تصدير للبطالة. لما خرج على سبيل المثال للحصر مهندسين ازيد من احتياجات سوق العمل، وانا عارف ان انا بخرج مهندسين مش هيشتغلوا، ده احنا حكومة بتصدر بطالة سنوية في جميع التخصصات. السؤال الاخير يا ريس، عندنا كم مجلس والمجالس عملت ايه وبتعمل ايه، وفين التقارير اللي بتعرضها علينا علشان نقدر نقول ان هيطلع قماش من هذا المجلس اذا كان ما طلعش قماش من مجالس كده؟ بناء عليه يا ريس اخر حاجه انا بطلب انه اللي مكتوب فيه القانون، وواضح من الكلمات السابقه انه الاغلبيه موافقه، حضرتك هذا المجلس عشان ينجح إن تم تشكيله وتم الموافقة عليه يجب أن يكون انعقاده في أول سنة دائم يا ريس، مش كل ثلاث شهور. يجب أن تقاريره اللي هتتعرض على مجلس النواب كل سنتين، لا ده احنا في أول سنة محتاجين نشوف منتج، لأن تأخير الحلول يراكم المشاكل. من سنتين ثلاثة يا ريس كنت واقف في الجلسة هنا وبقول 324,000 عجز في المعلمين. يا سادة احنا وصلنا 469,000 عجز، ماذا نفعل؟ هذا المجلس هصدق، عايزين اصدق انه هيشتغل. ادونا امارة في مجالس تانية، حد عنده تقرير يا فندم من اي مجلس عشان اوافق على هذا المجلس؟